ينضم لنا من الموصل عميد طيار جبار مصطاف، عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين التابعة للقوات المشتركة. سيادة العميد مساء الخير، تم الإعلان إذن عن المرحلة الثانية من معركة الحويجة. أولا بحسب المعلومات المتوفرة لديك، لو تحدثنا عن هذه المرحلة، على ماذا ستركز بالتحديد؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين قام بفتح 4 مراكز لاستقبال وتدقيق النازحين، اللي هي في حمام العليل وتل السيباط بمحافظة صلاح الدين قرب مخيم العلم والزاب الأسفل منطقة شمير، بالإضافة إلى المركز الرئيسي منطقة حاج علي قرب القيارة. لحد الآن وصل عندنا النزوح لغاية بعد الظهر 520 نازح، وازداد العدد الآن إلى 820. نعم. بعد هالانتصارات المتلاحقة لقواتنا وتأكيد السيد القائد العام للقوات المسلحة على الجانب الإنساني لإخواننا وأخواتنا المواطنين اللي كانوا أسرى لدى داعش، بدأ بإغاثتهم وإرسال حالات الصحية إلى مستشفيات الصحة الدولية والمنظمات الدولية اللي هي تستقبل الحالات الصعبة. طيب أنا كنت أريد فقط يعني التركيز على موضوع المرحلة الثانية من مراحل الحويجة ومعركة الحويجة العسكرية. سيادة العميد، لو تحدثنا أيضا عن الخطة التي وضعت الآن في المرحلة الثانية من أجل النازحين، أيضا لو يعني تجمل لنا إذا ما لديك العدد الدقيق عن عدد النازحين الذين نزحوا والمتوقع أن ينزحوا أيضا، وباتجاه أين يذهبون؟ بالنسبة للنازحين طبعا نهار اليوم 520 نازح، والآن في الطريق إلينا 300 نازح، يعني راح يكون عددهم 820 لهذا اليوم. لدينا مخيمات، هي مخيم حاج علي اللي مستلمتها منظمة IOM، بالإضافة إلى المخيمات الأخرى القريبة في منطقة القيارة وحمام العليل. يعني إمكانياتنا لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين، والحمد لله والشكر مثل أنه دوائر الدولة بالمحافظة والمنظمات الدولية موفقة إغاثة الجانب الصحي وإغاثة الغذائية لإخواننا وأبنائنا المواطنين. نعم. ومثل ما تعرفين كان نحن الحقيقة في معركة الموصل ككل وصل العدد إلى أكثر من 1,100,000. لحد الآن إحنا استطاعنا إعادة النازحين إلى مساكنهم، يعني بقى لدينا لحد الآن 452,000 فقط في المخيمات، وهناك خطة لإعادتهم إلى مساكنهم. شكرا لك على هذه المداخلة معنا العميد طيار جبار مصطاف، عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين التابعة للقوات المشتركة، كنت معنا عبر الهاتف من الموصل. شكرا جزيلا لك.